نتابع مشاهدينا من ملف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين. يبدو أن باريس باتت تسعى علنا لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، فإلى جانب تقديم نفسها طرفا فاعلا في الملفات المختلفة، وخاصة أن الزيارة تأتي في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمات بين بكين والغرب. زيارة ماكرون بدأت اليوم وستمتد لثلاثة أيام برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين تحت شعار الوحدة الأوروبية شرط أساسي لبناء شراكة متوازنة مع الصين. ويصحب الرئيس الفرنسي أيضا عشرات الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الشركات الفرنسية بهدف دعوة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في فرنسا ودول الاتحاد ولفسح مجال الاستثمار في الصين. في مستهل الزيارة، رأى ماكرون أنه يمكن لبكين أن تلعب دورا رئيسيا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا، مؤكدا أن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل عميق على النظام الدولي وانتهكت ميثاق الأمم المتحدة. لقد أثرت الحرب التي قادتها روسيا في أوكرانيا بشكل عميق على النظام الدولي الذي عرفناه منذ عام 1945. هذه الحرب التي وصفتها مرارا وتكرارا بأنها إمبريالية واستعمارية انتهكت العديد من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي يجب علينا الدفاع عنها بحزم. لذا يمكن للصين على وجه التحديد أن تلعب دورا رئيسيا.